مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. تعالوا النهاردة نعمل فطير مشلتت بطريقة سهلة جدا جدا زي ما دايما بعودكم. بجيب لكم كل الطرق السهلة اللي تقدروا تعملوا بيها الفطير في البيت في دقايق بسيطة جدا. والنهاردة هنشوف طريقة فرد وتوريق، مفيش لا أسهل ولا أبسط من كده. كيلو الدقيق هنعمل منه 10 فطاير، 5 سادة وخمسة بالجبنة. طريقتنا النهاردة مميزة جدا جدا، ويلا بينا علشان نشوف الطريقة مع بعض. وفي الاول كده بسم الله هنحتاج كيلو دقيق. انا هحط الدقيق في حلة العجان. طبعا انت لو هتعجني بايديك هتحطيه في طبق غويط ومعاه معلقة صغيرة ملح. وكيلو الدقيق بياخد من 2.5 كوباية مية لتلات كوبايات. ولو انت مش متأكدة من نوع الدقيق اللي بتستخدميه فحطي 2 كوباية مية في الاول، وابدأي لمي العجينة، بعد كده انزلي بالكوباية التالتة شوية بشوية وشوفي بقى هيحتاج الدقيق 0.5 كوباية كمان ولا هياخد 2 كوباية التالتة كلها. المهم هتحطي السوائل وتعجني كويس قوي لحد الدقيق ما يشرب السوائل وتتكون عندك عجينه تكون ناعمه وطريه. سواء بقى بنعجن في العجان او في الطبق بايدينا، فهناخد العجينه ونحطها على الرخامه ونفرد فيها بالشكل ده. حاولي ان انت تفردي في العجينه شويه شويه كده لحد ما تنعم معاكي جدا. بعد كده حاولي تلفيها في ايدك كده زي رول كبير وابتدي قسميها. كيلو الدقيق هيعمل 10 فطاير، انا قطعته 10 قطع، فممكن تعملي 10، ممكن تعملي 8، يعني تقطعي العجينة لتمن قطع، ممكن 6. طبعا كل ما بتقللي العدد الفطيرة بيكون حجمها كبير. تمام، على فكرة ممكن تطلعي عدد اكبر من كده بكتير، يعني مش لازم 10، ممكن تعملي 12 14 16، فهنا الفطيرة هتصغر معاكي شوية. المهم هقطع العجينة معايا لحتت قد بعض كده بالتقريب، وجنبي طبق فيه زيت، فبحاول ان انا اخد كل قطعية اجمعها كده وادورها مع بعض واكورها، وبدهن الصينية زيت بمسحة زيت. وبعد ما بكور العجينة برضو باخد دهنة زيت بسيطة وبدهن كورة العجينة علشان ما تنشفش. بعد كده بسيب كور العجين ترتاح لمدة ساعة. لو انت مستعجله ممكن ان انت تشتغلي فيه على طول بعد نص ساعه، بس العجينه هتلم معاكي شويه، فحاولي ان انت تسيبي العجين يرتاح مده كافيه علشان لما تيجي تفردي يتفرد معاكي ويديكي نتيجه كويسه. كده انا خلصت الكميه كلها ودهنت وشها وسبتها لمده ساعه. بعد كده هنيجي على الرخامه، وعلى فكره انت ممكن ما تشتغليش على الرخامه، ممكن لو عندك صينيه كبيره واسعه تشتغلي عليها. هتحطي على الصينيه معلقه سمنه سايحه او معلقه زيت، وتاخدي كرة العجين وتبتدي تفرديها بالشكل ده. احنا هنفردها اصلا دايرة على قد مثلا الصينية، الصينية اللي بتعملي فيها الرقاق او الصينية اللي بتعملي فيها الكيكة، يعني مش عايزين مساحة كبيرة خالص. وان شاء الله تشوفي طريقة فرد النهاردة ممتازة جدا هتريحك. لو انت من الناس اللي بتقلقي تعملي فطير او ما بيطلعش معاكي كويس او مش بتعرفي تفردي في مساحة كبيرة وتورقي، فجربي الطريقة دي هتطلع ممتازة. خلاص كده فردنا كرة العجين، مسيحين بقى شوية سمنة كده مع مكعب زبدة مع معلقتين زيت، وناخد منهم معلقتين ونوزعهم على العجينة ونفردهم كده بايدينا. بعد كده هنعمل فتحة من الجنب بالشكل ده، ونجيب شوية من الجبنة الموتزاريلا او اي نوع جبنة انت بتحبيه او اي حشوة بتفضليها، وهناخد طرف العجينة ونبتدي نلف على شكل مثلث، وتلف تلف تلف كده في العجينة لحد ما يبقى عندك شكل كده الكونو. وكده يبقى احنا خلصنا. هنقفل بقى الاطراف علشان الفطيرة كده يبان شكلها، فهناخد الطرف من فوق نص العجينة هندخلها جوه ونطبق الحرف، ومن تحت انا بحاول ان انا اقفلها كويس عشان انا حاطة جبنة. لو انا مش حاطة جبنة مش هيفرق معايا. بناخد من فوق الحتة العريضة ونضغط كده لتحت على الحتة الرفيعة اللي هي في العجينة، هيبقى عندي كورة بالشكل ده وفيها الحشو من جوه. ناخد معلقه زيت تاني على الرخامه او على الصينيه اللي هنفرد بيها. لو انت مش عايزه يعني الرخامه تدهول زيت وسمن، فممكن في صينيه تانيه تفردي وخلاص، كده الموضوع هيبقى بسيط جدا. فالعجين يعني اللهم بارك علشان هو قاعد فتره كويسه بيتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين. فاحنا هنفرد كده فرد بسيط، ونحط معلقتين السمنه السايحه، وحطي كميه السمنه اللي بتحبيها. عايزه تعملي الفطير خفيف وبنسبه سمن بسيط فحطي كمية بسيطة. هنا بقى انا هوريكم طريقة تانية للتطبيق كويسة قوي، هنعملها على شكل مثلثات كده داخلة ببعض. خدي الحرف وطبقيه ومثلث تاني، والحرف الصغير من بره عليه طبقي على جوه تاني، والحرف الصغير من بره وطبقي عليه كده. خلاص قفلنا الفطيرة بشكل بسيط جدا. ناخد الاطراف الصغيرة دي بقى
نقفل من تحت وخلاص، هي كده كورت معانا وبقت فطيرة ممتازة. دي الفطيرة السادة، تمام. خلاص سيبنا الفطيرة ترتاح المدة اللي احنا فردنا فيها، نجيب اول واحدة فردناها دي بقى اللي بالجبنة، تمام. اول واحدة بالجبنة، فانا جبت طبق صغير هفرد عليه، وهنا بقى نبطط بالراحة يعني مسافة كده كام دقيقة الفطيرة بتكون ارتاحت خلاص، مش هناخد مدة كبيرة قوي. ولو انتي مش حاسبة الوقت اللي بتفردي بيه فسيبي الفطاير بعد ما تفرديها وتحطي الحشو فيها، سيبيها 10 دقايق مثلا. فردت اول واحدة، وهجيب الطاسة واحط فيها معلقة سمنة سايحة، وهاخد الفطيرة اللي انا فردتها على الطبق واحطها في الطاسة. طب دي اول واحدة. تاني واحدة برضو مسحة بسيطة كده على الطبق بالزيت او بالسمنة، وناخد تاني فطيرة فردناها. احنا دايما بنبتدي من اول واحدة عملناها علشان هي دي اللي بتكون اخدت وقت كافي في انها ترتاح. فاول ما بفرد كده بتتفرد معايا، وبرضو ما نضغطش جامد عشان في حشو في النص، احنا لو ضغطنا جامد الحشو اللي جوه هيخلي العجين يتفتح من على الوش. وهجيب الطاسه التانية واحط فيها برضو معلقه سمنه سايحه، والفطيره اللي فردتها احطها في الطاسه، وناخد بقى الطاسات الحلوه دي كلها ونحطها على النار. انا النار عندي وسط، ممكن اعمل فطيرتين ثلاثه اربعه، ممكن اشغل الخمس عيون بتوع البوتاجاز مع بعض. فطريقه الفرد بسيطه قوي، ولو عندك كام طاسه هتقدري تسوي على طول. حطيت الفطيره على النار وبقلبها على طول، وزي ما انتوا شفتوا كده الطبقات بتاعتها بتملي هوا وبتورق وبتبقى ممتازه جدا، واول ما تاخد لون ذهبي حلو. طبعا انا بقلبها مرتين ثلاثه على كل جهه، اول ما بتاخد لون ذهبي حلو وبشيلها. بس طبعا احنا حطينا في الاول معلقه سمنه في الطاسه، اما بنيجي نقلب الوش التاني بيشرب برضو كميه من السمنه او من الزيت، فلازم نزود معلقه كمان في الطاسه علشان الجهه التانيه ما تتلسعش، ونحس ان طعمها يعني كانه مشيط شويه، يعني في طعم الشيط شويه. فتسويه الطاسه بتحتاج يعني شويه كده زياده من الماده الدهنيه. اول ما الفطير بياخد لون حلو كده بشيله على طول، والفطير هحطه في صينيه فوق بعض، واول بس البخار بتاعه ما يطلع بسيط بغطيه بكيس علشان كده يفضل طري وما يبقاش ناشف معاكي خالص. طب هنا الطاسه عندي سخنه، فردت انا فطيره تاني وحطيت معلقه سمنه في الطاسه، وبشيل الفطيره بقى بحطها في الطاسه على طول. الطاسه طبعا لسه على النار، بس انا هديت النار قوي علشان السمنه ما تتحرقش. وفردت ثلاثه كمان وحطيتهم على الوش، ده الفطير الساده اللي ما فيهوش جبنه، وكله بيستوي مع بعضه. وطول ما انت ايدك فيه كده وبتقلبي على طول هياخد لون حلو، والعشر فطاير مش هياخدوا معاكي غير كام دقيقه وانت بتفرديهم، وكام دقيقه وانت بتسويهم. الف هنا وشفا، هتعملي 10 فطاير في منتهى الجمال والطعم. الخمس فطاير دول اللي بالجبنه، انا حطيت جبنه موتزاريلا، طبعا هي ساحت كده وانا مش حاطه كميه كبيره قوي، فانت تقدري تحطي جبنه موتزاريلا مخلوطه بجبنه فيتا، جبنه اسطنبولي، جبنه براميلي، اي نوع جبنه بتحبيه. ممكن تحطي اي حشوه تانية، حشوه خضار، لحمه مفرومه، فراخ، اللي يعجبك. المهم الطريقه شفتيها، طريقتنا النهارده سهله قوي 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 بسيطه. ولو عمرك ما عملت فطير قبل كده تقدري تجربي الطريقه دي من ضمن طرق كتيره قوي انا بحب اقدمها لكم. المهم ان هي تكون طريقه سهله. جربوا طريقه النهارده وان شاء الله تطلع معاكم ممتازه، وفطير طري ولذيذ جدا. والسلام عليكم.